السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي، حيث أنه في صور جديدة تعود إلى البارحة، واللي تظهر الملعب في يعني أفضل حال، وإن شاء الله تبقى يعني الجازون هذا يدوم، يعني العمل هذا ما يروحش هباء منثورا. إن مثل العملية تاع الصيانة هذه لازم تعطي النتائج نتاعها ان شاء الله، وتكون في الموعد، حيث انه فيه مقابله وديه سوف تقام في هذا الملعب في 14 من هذا الشهر. نخليكم تشوفوا الصور الرائعه نتاع هذا الملعب، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.